أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى المشترك الأخير بهذا الموسم من وجيهم بالحسين. نعم، المشترك عباس رشيد الفادي. أشكر الله عز وجل أولاً والحسين ثانياً على هذه النعمة، وأشكر كل من ساهم في نجاح هذا البرنامج وجيهاً بالحسين، وعلى رأسهم الدكتور عماد، وأشكر أستاذي وحبيبي مولى نزار القطري ومولى جليل، وأستاذي والمربي إلى مولى عباس الشيخ عبد الصاحب الطائي. وأسأل من الله عز وجل أن يوفق جميع من ساهم، أعيد وأكرر، في نجاح وجيهاً بالحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. أهلاً، أهلاً وسهلاً. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. شكرا أبا عبد الله على هذه النعمة. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. السلام على خدمة الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والصلوات تليق بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق عباس رشيد الفادي من محافظة كربلاء من قضاء طواريج، العمر 26 سنة. صرخت وتريد، صرخت وتريد تسمع رد الحسين، رد الحسين، رد الحسين، وزحف للتل يوصل راد الحسين، وزحف للتل يا رايد الحسين اجاها والمهر صاحت، رد رد للحسين عم، اجاها اجاها والمهر صاحت، رد للحسين بلا يا حسين لا تشوفك رقي، بلا يا حسين لا تشوفك، يا الله يا رقي. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيبي يختلف عن الجميع، حبيبي من ذبح منا الرضيع، يا حسين يا أبا عبد الله، وهو مذبوح، مو بس من ذبح منا الرضيع، وهو مذبوح مولاي. كلمات هذه البسيطة إلى خادمكم الصغير إن شاء الله. الله يوفقك، أحسنت، بارك الله بيكم الله، أحسنت. حبيبي، حبيبي يختلف عن الجميع، حبيبي يختلف عن الجميع،
حبيبي من ذبيح من الرضيع وهو مذبوح وهو مذبوح حبيبي يختلف عن الجميع حبيبي من ذبيح من الرضيع وهو مذبوح هو مذبوح إلك وهو مذبوح هو مذبوح يا الله حبيبي يختلف عن الجميع حبيبي من ذبيح من الرضيع يا الله وهو مذبوح هو مذبوح سمعني شباب هو مذبوح هو مذبوح آه حبيبي من الطفولة وانا بحبه متت حبيبي معكم يثله حياته ما شفت حبيبي من الطفولة وانا بحبه متت حبيبي معكم مثله بحياته ما شفي سنة وبكل سنة أنا بحبه أنا هميت حياته مبدئي الحسين بن علي هميت سنة وبكل سنة أنا بحبه أنا هميت هيا مو مبدئي الحسين بن علي هميت صرت وبشوفته حلت العيون ومثل عابس أنا بحسين مجنون صرت وبشوفته حلت العيون ومثل عابس أنا بحسين مجنون وأنا مجروح هو مذبوح إلك وانا مجروح هو مذبوح صيح وانا مجروح هو مذبوح الله مشاي رفت بالهوى تعني انا صلينا بقبله نينوى يلا مشاية والراية رفت بالهوى ايدك ايدك صلينا قبلة الله على الراية لك خطينا فرض العشق صلينا عاتبنا لو ما جينا لطف كربلائك يوم أربعينك بيا نوح ومشول أطمية نستقبل المسبية الجابت ردائك إلك جابت الله كل من حسب دستوري يؤدي الزيارة بطارة بالخدمة كل من دوري يوضح فنائك يلا وضح فنائك تتلاقى عشاقة بهذا المحتوى تتلاقى عشاقة بهذا المحتوى
بهذا 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 المحتوى يا أبا عبد الله، تقبل منا هذا القليل القليل بأحسن قبول وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وهذه القصيدة إلى الشاعر الموفق يقولها محمد الحلفي. أحسن قول، نسيت اسمه. موفق إن شاء الله تعالى. نعم دكتور عماد الزبيدي، نبارك لك نجاح وجيها بالحسين وبامتياز كبير هذا العام. تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر وحديث كثير إن شاء الله. أحسنت سيدنا، طيب الله أنفاسك. أول شيء المباركة مو المباركة لكل فريق العمل، يعني لجنة الخبراء والتحكيم والتدريب حجينا والكوادر اللي خلف الكواليس والمصورين وإعداد وإخراج ومونتاج، ذول الجيش المخفي خلف الكواليس طبعا، بما فيهم العامل البنغالي أصلان والفريق اللي وياه، والنعم منهم والله، لول الجيش اللي جاهد والنعم وسهر منهم على راحتنا، قهوة شاي عصير، يعني تدري بهاي الظروف وهذا التعب، فحتى ذولي هم مشاركين بهذا الإنجاز وهذا النجاح وهذا النصر. بالنسبة للملا عباس رشيد، بحلقة أول أمس مو أمس صار خطأ أو سهو عندنا. ملا عباس كان ماخذ درجته 83، والمتسابق اللي صعد محله كان ماخذ 82، ما اريد نجيب اسم المتسابق. نعم. هذا خطأ انا اتحمله بسبب الجهد والضغط والوقت المتأخر، صار سهو عدي انا مو عد اي شخص ثاني، فانا اتحمل مسؤوليه هذا السهو وعدم اعلان انه تاهل للمرحله الثانيه. تاهل هو بالمركز الثالث، لان صاحب المركز الاول كان محصل على 86، وصاحب المركز الثاني كان محصل 85، وهو صاحب المركز الثالث 83، صعد رابع صاحب المركز الرابع 82. احنا اساسا هم قانون المسابقه انه اللي يعبر 80 يصعد يتأهل طبعا، واليوم فريق الإعداد والضغط اللي جاي موجود عندنا ومع فريق التدريب، فبالصدفة أنا يعني اتصلنا ملا عباس وإجا من البيت بدون ما يعرف شنو المطلوب، مجرد بس بالتليفون قلنا له وإجا وشارك ونعتذر من عنده، يعني هذا خطأ أنا أتحمله يعني. لا بالعكس صدق. أي وإحنا بخدمته إن شاء الله، لعله امتحان أو اختبار موفق إن شاء الله. نعم بعد ما خلصت رحت الى سيد الشهداء، قلت له ابو عبد الله انت بكيفك وين ما تخليني براحتك مولاي. قلت له خاف، جيت انا شويه كنت ضايج لان انا احب اقدم لك الافضل حتى يوصل توصل رسالتك للعالم. احسنت، هو هذا الهدف. احسنت، قلت له ما راح ادخل لك، راح ابوسك من برا واروح للبيت حتى بس ارتاح ارجع لك اقدر براحتي النوب. عافيه بارك الله. فالحسين ما قصر ابو عبد الله، صلوات الله. فرجعت يعني للبيت للوالدة، قالت لها هاي أمه، قلت لها الحمد لله الحسين إن شاء الله موجود، عندي أمل أكو اتصال، الله شاهد على هذا الكلام، الله يشهد على هذا الكلام. بالمناسبة أنا أقول شغلة، الأخ عباس رشيد الفادي أنا عرفه من كان عمره 19 سنة بالعتبة الحسينية في مدرسة الخطابة، سوينا لجنة لاختيار الرواديد، هو كان موجود، انا احد متفاجئ هو جاي عمره 26. تزوجت له؟ لا، عمر كله يا حبيبي ان شاء الله تتزوج. بالله هاي دموعك ان شاء الله مو انا عرفه منهم، هو عمره 19 هذا الولد. شكرا للحسين، كلها مقبوله ان شاء الله. شكرا، هذا كله بزود الحسين عباس. ارجع واعيد، هذا بزود الحسين، هذا دلاله على سريرتك، واتمنى التوفيق والله فرحت لهم من فازوا، والله شاهد عباس. الله فايز عباس ان شاء الله. عباس انا اعرفك، انا اعرفك عدل، وأتذكر أنت شنو كنت وهسه وين وصلت. أنا فرحت لما شفتك، أنت من الطويريج يا أخي، أنا مكتوب عندي طويريج. حرام، تدري يعني شنو طويريج؟ أكو فطاحلة هناك، أنت عندك الشيخ رضا،
شيخ رضا تعرفه؟ نعم زين اللي هو يعني أستاذ المقامات أستاذ الألحان يا با عبد تعلم منهم هذا الولد شاطر أنا أقول لك بكل صراحة ويريد شيخ جاسم رحمة الله عليه هدي يا حبيبي أنا أعرف هدي يا حبيبي البارحة ترى أداء فالشيء يعني البارحة والبارحة أنا أعرف ولد ولد أداء هواي رائع ولد مؤدب ولد مؤدب ويحب التعليم الله يوفق إن شاء الله أحبه موفق إن شاء الله يا حبيبي كل التوفيق إن شاء الله وله أحسن الله يوفقك الحمد لله انا عين اقدم له قلم كله بخت سيد الشهداء هذا يلا الدكتور راح يعطيك قلم يا عيني هاي يا عيني هاي تاكيد لانك انت شاعر ومحترم اهلا 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 دكتور مخلص هذا قلم شرفتنا على الستيج قلم مع باوسي كمان طيب الله يخليك يا حمزه حبيبي انا ما شلون هسه قلب الدفتر خليت بس سمله شوي اباوع هو صاعد خلاص 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 بارك الله فيك احسنت دكتور الله يوفقك نعم استاذنا أبونا شمعة المسابقة الكبير المقص كان بالموسم الأول بالحلقات الأولى لكنك كنت إضافة عظمى لبرنامج وجيها بالحسين بهذه النسخة أستاذي وأستاذ أساتذتي الأستاذ ثامر الوندي آخر تعليق نسمع منك بهذا الموسم من وجيها بالحسين أنا أستعمل المقص على قولتك لأن قبالي خامات الله فبحاجة للتفصال الجيد الجيد المرتب نعم أكو خياطة بدون مقص ما يصير بيش بالله بروح أبوك سيد حسنين اللعب تعمل عاض لازم مقص ومستقيم أكيد وقياسات وكذا يموت على المقص اسمع مني مساعد معك مساعد معك اسمع دموعك اسمع تعال ملا عباس رشيد الفادي الله يخليك نهال طواريج الله يخليكم ان شاء الله طواريج اللي لها علاقه ياما شهداء راحوا من اهل اصدقائي من طواريج الله عليهم جميعا فمن المدن التي تبكيني من تنطري على البال الله يرحم الموتى أنت صاحب طريقة يراد لها تأصيل ما أقول لك طريقة يعني تامة لك 100% لا ولكن أنت إذا سعيت إلى أن تخلي بصمة في أدائك إن شاء الله لأن خليني أقول لك شيء أنت يمكن تعبيرك الحركي أنت شاعر مو تكتب شعر لا والله هي أول قصيدة أكتبها يعني هذي هي بس تذوق الحمد لله إيه 4 سنوات أقرأ يعني تذوق الشعر مبين وهذا طبعا مو اسبالك ترى رفع من لين أنا عندي نقطة اسمها الوعي الشعري بنتزينا رادود وقت ما يؤدي تعرف هذا عنده وعي بالجاي قراه لو ما عنده وعي صح درجة الوعي ترفع درجة التعبير عندك وبالتالي التوصيل شلون توصل لمن لمنظومة اللطم الموجودة بالحسينية أو في صحن أو في أي مكان أنت عندك شغف بهذا القضية قضية التوصيل شلون توصل بأفضل طريقة حسن. وأعتقد هذا هسه اليوم الطريقة ما تكسر شوية خفت أنا ضغطت على نفسي أنا بصراحة إيه ها تمام ولا والله بصراحة أستاذي هي تيجي لا إرادية بصراحة أي لا مو لا إرادية هذا أنت من مجانين الحسين سلام الله عليه إن شاء الله نكون كذا وما حد ما فلشك اليوم غير الوندي آخر عركة هاي يا بعد شو يسوي الله يساعد قلبك كظماوي خذيالي فأتمنى لك التوفيق بعدين أنت رجل ناضج جريء إيمانك إن شاء الله عالي بسيد الشهداء عليه السلام وهو الفوزك يعني إيش علينا موفق إن شاء الله ملا عباس شكرا لكم إن شاء الله البروفيسور المخلص حبيب قلبي اللبناني الحبيب الله يعزك يا تاج راسنا أنت تاج راسي الله هم شمعتنا حبيب قلبي المنور دائما الله يخليك بس ابتسامتك كافي الله يعزك كيف العلمية اللي طرحتها طول عمرك أثناء البرنامج في وجيهم بالحسين بهذه النسخة وهذه الإضافة اللي هي وجودك الدكتور حبيب. مخلص نعمة تفضلوا لي آخر تعليق بهذا الموسم حبيب قلبي آخر تعليق أقول أنا
بما أنه هو كان عند الحسين عليه السلام وجاء، فأنا بكفيني أن يكون وجيها بالحسين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يعطيكم العافية. نعم الأستاذ الألمعي الجميل القرآني. نعم شكرا أستاذ يحيى الصحاف. خليك الله حبيبي الكبير، خادم القرآن وخادم العترة الطاهرة، جزاك الله الخير. وجودك كان باعث للسعادة إن، وملاحظاتك كانت كلها جميلة، وأجمل ما فيها هي أنه كنت مصداً لبعض الهجمات التي كانت تأتي من يمينك. أحسن سيدنا الله يبارك. يمين يمينك. من يمينك الأبعد. وجودك بركة، وكنت متألقاً ومبدعاً في تقديمك لهذا البرنامج الرائع. شهادة نعتز بها. عباس الله يوفقك يا عزيزي. البارحة أنا سمعتك أول البارحة مو كنت؟ صح. يعني إيه قدمت أداء رائع وعندك إمكانيات صوتية هواي رائعة. جدا رائعة. تنقلات والجواب والقرار، هو اليوم هواي يختلف في أداء، ولكن أنت أيضا كنت جيد. عندي كم ملاحظة. قلت هذا الشعر شنو؟ إيش قلت إلى شنو؟ خادمكم. إلى خادمكم. خادمكم. إلى خادمكم. أحسنت. انت رادود الناس اللي سمعك وهذا العزاء. والله اريد اقول هذا هم كاتبها تتذكر؟ لا لا ما علقت تعليقيه من لا لا مولاي. لا لا مولاي مولاي تتذكر برمضان قبل كم سنه انت قدمت شيء على السوشيال ميديا؟ كنت قايل قبل الله تقبل الله قبل الله اعمالكم. قلت لحجي مولاي تقبل الله. قبل الله يعني هاي قبل الله سبحانه وتعالى يتقبل وليس يقبل. الله لا يقبل أعمالنا. قلت لك اهتم بالفصحى، أنت تريد تصير رادود وأنا أعرفك من زمان وأنت طيب أعرفك. قلت لك اهتم بالفصحى، ترى اهتم بالقرآن شوية. أنت يصير أوتوماتيك عندك، مستحيل تغلط. خاد إلى حرف جر يجر من هنا إلى طهران، شلون ما جر كلمة واحدة؟ إلى خادمي خادمكم. خادمكم أحسنتم. نعم هذا وحده. هاي وحده. وش قد عندك انت بعد؟ لا لا ما عندي. الأبوذية بس الأبوذية مقراها بذكاء ترى. نعم بعد ان سوى الجواب وريد يسلم حتى يقفل الأبوذية، نزل بالطبقة وغير النغمة وقفل الأبوذية حتى ياخذ الونة. كانت هاي بذكاء بصراحة، ذكاء من عند. احسنت على ادائك للأبوذية، بارك الله. والقصيدة ايضا كانت جيدة، ولكن كانت تحتاج الى عطاء اكثر. وانت ان شاء الله في المستقبل القريب صدقني تكون رادود، وان شاء الله رادود الخواريج ورادود العراق ان شاء الله. يا حبيبي شكرا لكم. شكرا لاساتذتنا ابائنا احبائنا تاج راسنا عمي علي باشا الكبير ابو عبد الله. فدوى اروح لك. الله يبارك فيك. راح اشتاق لكم كثير بوجودك. فدوى اروح لك. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك عمنا وحبيبنا ملا نزار القطري الكبير. انت استاذي، انت شرفتنا بحضورك. انا خادم صغير. الله يبارك فيك. لا استحق هاي الالقاب ابدا. شكرا لكم يا حبيبي. الله فيك. الله يسلمكم. الشمعه المنوره دائما. الله يبارك فيك. احنا صغار وابائنا لما كانوا صغار نعم يسمعون هذا الصوت الصداح بحب الحسين. عمنا ملا جليل الكربلائي الكبير. الله يبارك في دولك. الله يبارك فيك. وعمنا بعد اللي اجدادنا كانوا يسمعوهم ما شاء الله. ابونا وتاج راسنا قوي. عافيه. الله يحفظكم ان شاء الله. اسمع محمد انا من يوم انا صغير. هذه مدفوعه الثمن. زينة الشباب. الله يسلمك. العم السيد سيدنا ابو غايب. فدوى اروح لك يا مولانا. سيد علوي ابو غايب. فدوى اروح لك. الله يخليك. شكرا لكم ولحضوركم وهذه الاضافه الطيبه. بارك الله فيكم. الله يبارك بكم سيدنا. وان شاء الله نلتقيكم بالعيد بعيد الفطر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. الاساتذه الاحبه اساتذتي. عفوا سيدنا. يعني اخاف اقول اخوتي لان انتم تاج راسي. الله يسلمك. اي والله ملا علي الرميثي. فدوى اروح لك. الكبير الحبيب المتالق. ممنون. جهود كبيره بذلتوها انت وبقيه الاحبه في لجنة التدريب. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الكبير فعلا وقولا وخلقا الملا مرتضى. اي والله الحميداوي المحمداوي الحميداوي العظيم. فدوى روح لك. استاذي انت صاحب الاحساس الكبير. نعم. اما شيخ المسابقات وشيخ المدربين. شيخ المدربين. زينة الشباب المتألق الشاب المهذب زكريا. طبعا استاذنا بالاخلاق وبكل شيء ملا ياسين الوائلي. فدوى اروح لكم. نعم بارك الله. تحياتنا لكل اساتذتنا
في لجان التدريب الله يديمك ابو حجاز وسيد فاقد المظلوم وبقيه الاحبه الاستاذ سيد طالع باكوي والاستاذ حسن خانشي وبقيه الاساتذه سيد طالع نعم سيد طالع قلنا سيد طالع ملا عباس البحراني وملا احمد الفتلاوي وملا احمد عباس الفتلاوي وسيد الصادق الموسوي والنعم نعم ابو حجاز لين مطيك الحان قلته مرتين ابو حجاز نعم ما اخذ منه شكرا لكم اساتذتنا الله يبارك فيكم يا الله احسنت نعم وعلي الخفاف الكبير علي الخفاف الملحن ملحن الملحنين الملحن والاستاذ اركان السلامي وما ادراك ما اركان السلامي شكرا للجميع خاف واحد نسيناه شكرا للحبيب المتالق الجميل علي الفاطمي الاعلامي العزيز شكرا لكم احبتي ملتقانا واياكم ومفاجات جدا كبيره في عيد الفطر المبارك دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موفق إن شاء الله ملا حبيبي الله يبارك فيك شكرا لكم المتسابق عباس الفادي كل ما عندي من الحسين إلى الحسين صوتوا لي على الرقم 61 يا حسين يا ليه بضيمه